مصري يم الحضارة والعصر، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مصري يم الطيابة والأصل، أم الدنيا كبيرة ومحروسة بولادها اللي بصمودهم فتحوا كتاب التاريخ من تاني وكتبوا فصل جديد بيحكي قصة شعب رفض الانكسار والهزيمة وقدر على كل تحدي، حلف لتفضل بلده عظيمة طول الزمان وما يشمت فيها أي خسيس أو جبان، وكل ما يقوله ده اتكسر أما صلاح وقفة الله يرجع ويقوم أقوى من الأول. فاكرين احنا بدأنا منين؟ أعمال سلب ونهب يتعرض لها المتحف المصري. ايه اللي طالع بكتيريا فوق؟ من حوالي 26,000 الاعتداءات على السجون جاءت من خلال هجمات عديدة من عناصر مصر. احنا عايزين نعرف وسيلة التموين. بقالي سنتين سيادتك مدوخنا على بطاقة التموين، يرضي ربنا ده؟ سيبوا للناس الغلابة العيش حر. لازم يحسوا بينا. والله يا ناس ملايين أنبوبة. سعر نار يا ابني، والله كل حاجة مولعة. أزمة البنزين تسبب شللا تاما. الدولار عمال يطلع. أنا تعبان. مش عارفين نأكلوا عيالنا عيش حياة بس. وقالت الصناديق للدين قررت الاتحاد الافريقي تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد. لحظة تبجير مديرية الامن. هتفجر مصر. كبير والمشكلة كانت نبدأ منين؟ من الاقتصاد وسعر الدولار والسوق السوداء، ولا البنية التحتية اللي تهلكت على مدار سنين؟ الكهرباء اللي بتقطع عن بيوتنا ومصانعنا، ولا العشوائيات اللي ملت بلدنا وما بقاش في أمل لحلها؟ نبدأ من الصحة والتعليم، ولا نحارب الإرهاب ونأمن حدودنا في منطقة ولعت فجأة من غير مقدمات؟ ولا 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 تحديات كتير وآراء كتير وأفكار أكتر، لكن الأهم مننا وقفنا وصرحنا نفسنا بمشاكلنا الحقيقية، ودي أول خطوة للطريق الصح، الصح اللي بجد اللي يدوم ويعيش ويكمل للأجيال اللي جاية. اكتشفنا إننا لازم نبني في كل اتجاه علشان نلحق نعوض اللي فات. الحلم بقى واحد، بس كان فاضل خطة ورؤية تجمعنا تليق بالحلم ده، خطة مبنية على حلول استراتيجية مش مسكنات لتحقيق شعبية، خطة الدولة متفصلة على مشاركة كل أطراف المعادلة ومرسومة بكلمة إحنا. إحنا بنبني وإحنا بنحمي وإحنا هنقدر وإحنا قدرنا. كان لازم البداية تكون مشروع كبير يجمعنا ويشغل الإيدين العطلانة، والأهم يرجع لنا ثقتنا إننا نقدر نهزم المستحيل، إننا بدأنا ومش هنقف. وفعلاً
نزل المصريين ومولوا شريان حياة وتنمية جديد لمصر والعالم، قناة السويس الجديدة. المشروع خلص في سنة بعد ما كان العالم بيقول 8. معجزة حققناها بإيدينا، وزودنا تنافسية قناة السويس علشان تفضل أهم ممر ملاحي وتجاري في العالم، يستوعب كل أنواع السفن ويوفر عليهم الوقت والتكلفة. طورنا المواني وبنينا مناطق لوجستية وصناعية بطول القناة، وفي نفس الوقت كنا بنواجه تحدي كبير، الكهرباء المحرك الأساسي للتنمية. بنينا محطات جديدة في كل مكان فيك يا مصر، منهم أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. كنا بنبني البكرة، فكفينا احتياجاتنا وشغلنا مصانعنا وبيوتنا نورت، بقى عندنا فائض نصدر منه لجيراننا واخواتنا. وبعد ما رسمنا حدودنا مع جيراننا، قدرنا نبحث وندور عن مواردنا، وفي أقل من 5 سنين اكتشفنا حقل الغاز الأكبر في البحر المتوسط، حقل زهر. انتاجنا من الغاز غطى كل احتياجاتنا اللي كنا بنستوردها بالعملة الصعبة، واختفت طوابير الغاز لما وصلت المنظومة لكل مكان في مصر. أكدنا الريادة بعد ما أسسنا أقوى تحالف إقليمي، منظمة غاز شرق المتوسط اللي خلت مصر مركز إقليمي للطاقة. الوضع الاقتصادي كان تحدي كبير، المسكنات ما بقتش تنفع. الإصلاح الحقيقي لما تأخر خلى فاتورة الحل تعلى، بس المصريين قرروا يقفوا ويستحملوا، خلاص ما بقوش يؤمنوا بأنصاف الحلول. ما احنا لو ما عملناش ده دلوقتي المستقبل هيبقى أصعب. وزي ما في جيل في أكتوبر ضحى بحياته علشان نقدر نعيش في سلام، كان لازم يجي جيل يتعلم من اللي قبله ويقدر على كل تحدي. وبالفعل حررنا سعر الصرف وعملتنا بقت بقيمتها الحقيقية، قضينا على السوق السوداء، ما بقاش الدولار بسعرين، والبنوك رجعت تاني تقوم بدورها، وارداتنا قلت ومنتجاتنا بقت تقدر تنافس، والاحتياطي النقدي اللي استهلكناه وقت الأزمة ووصل ل 14 مليار دولار رجع واتبنى ووصل لأكبر رقم في تاريخ مصر، 45 مليار دولار. قدرنا نحسن تصنيفنا الائتماني ونكسب ثقة المستثمرين بره وجوه، ما هم دول اللي هيبنوا ويعمروا ويوفروا فرص عمل لأولادنا. بس الثقة ما كانتش كفاية، الهدف كان إنك تضمن لهم العمل في بيئة استثمار خصبة، في بلد مليانة بالموارد ومسنودة على بنية تحتية قوية. أصل المستثمر هيشتغل إزاي في بنية تحتية منهارة؟ يعني يروح ويرجع من مصنعه من أي طريق ولا في كم ساعة؟ وهنا كانت نقطة التحول، من بلد بتعاني من شبكة طرق متهالكة لبلد بتخطط وتطور شبكة متكاملة من الطرق في كل مكان. أكتر من 7000 كيلو حققوا المعادلة الصعبة، الحياة بقت أسهل وأسرع، والحوادث قلت، ويوم بعد يوم الباب كان بيتفتح قدام مشاريع حتى بكرة قدام عينيها. استصلحنا الصحراء وعمرناها، ووقفنا البنى على الأراضي الزراعية، 1.5 مليون فدان والصوب الزراعية والدلتا الجديدة، مشاريع كتير ولسه مكملين. نفذنا خطط علشان نحافظ على مواردنا المائية، بطلنا الترع ونظفناها، ونظمنا الزراعة والمحاصيل، وكمان اشتغلنا على الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية بمشروعات كتير في كل حتة في مصر علشان نأمن غذائنا ونحافظ كمان على حق الأجيال اللي جاية. كل حاجة كان ليها خطة بصة لقدام. الصناعة قامت من تاني والعجلة دارت معاها، فرص عمل وإنتاج وتصدير. المنتج المصري بقى ليه مكان بعد ما بقى عندنا سعر صرف يعكس القيمة الحقيقية للجنيه. بدأنا رحلة صنع في مصر وكملناها بمجمعات ومدن صناعية في كل المحافظات. إحنا بدأنا وعارفين إن طريقنا طويل، لكن خلاص بقينا شايفين النور في آخره، والصناعة المصرية بتاخد فرصتها وبتطور نفسها علشان تنافس المنتج العالمي. التنمية الزراعية والصناعية اللي حصلت مشي معاها على نفس الخط، تنمية اجتماعية وعمرانية. الخطة كانت شايفة كل مكان في البلد دي، وملف تطوير العشوائيات كان حاضر من اللحظة الأولى. القطر لف من الدويقة للأسمرات لتل العقارب لغيط العنب لأهالينا، ومكمل. هزمنا مرض خبيث اسمه العشوائيات، وقننا أوضاع البناء. البناء ما بقاش على مزاج حد، الدولة هي اللي بتخطط وبترسم وبتنفذ، والنتيجة مبهرة. مدن جديدة وذكية بتغطي مصر كلها، عاصمة إدارية جديدة هتبقى عنوان لمصر الجديدة، هتتنقل ليها كل الوزارات والمؤسسات، وهتبقى مركز للمال والأعمال، وفيها مناطق سكنية تخدم كل الفئات. وفي نفس الوقت القاهرة الجميلة رجعت تتنفس من تاني زي زمان،
وجمالها اللي ما كانش متشاف عينك ما تشبعش منه. المصريين الجدعان استحملوا الطريق الصعب. قعدنا هيكلة منظومة الدعم اللي فضلت سنين واخده نصيب كبير من ميزانية الدولة، خلتنا ما نقدرش نكبر ونطور. ده غير ان الدعم ما كانش بيروح لمستحقيه، الغني كان بياخد زي الفقير. بطاقة التموين كانت مع المحتاج واللي مش محتاج. ده اللي مش محتاج هو اللي كان بيستفيد بالنصيب الأكبر من الدعم في البنزين والكهرباء وغيره وغيره. الدعم اللي قل على البنزين وجهناه للتموين، وحدثنا المنظومة وشلنا منها اللي مش محتاج علشان الدعم يروح للي يستحقه بجد، والباقي نبني بيه بلدنا ومستقبل ولادنا. وده اتحقق في مشروع بيلف قرى مصر كلها، حياة كريمة، مشروع متكامل وفرنا له مليارات لخدمة أهالينا، وهدفنا تأمين سكن كريم لكل مستحق ورفع مستوى الخدمات من توصيل المية ومد شبكات الصرف الصحي وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة. على التوازي كنا شغالين في خطة لتطوير منظومة الصحة. إحنا مش بس بنبني مستشفيات أو بنوفر أدوية، بلدنا كانت محتاجة منظومة شاملة قوية توفر رعاية صحية تليق بينا. بدأنا الأول بالمبادرات اللي استهدفت فئات كتير. قضينا على فيروس سي اللي أكل أكباد المصريين لسنين طويلة. أنهينا قوائم الانتظار وأطلقنا حملات للقضاء على الأمراض المزمنة والاهتمام بصحة المرأة والطفل. كل ده كان جزء من خطة كبيرة، منظومة تأمين صحي شامل. وفعلاً بدأنا من بورسعيد والأقصر ومكملين في مصر كلها. ولأن اللي جاي محتاج جيل متعلم وواعي وقادر إنه ينافس ويوصل ببلدنا لبكرة اللي بنحلم بيه، منظومة التعليم اللي تهلكت وساءت يوم عن يوم على مدار سنين بنصلحها خطوة خطوة. بدأنا بمراحل التعليم الأساسية، والنتيجة هنشوفها كل ما الأجيال دي تكبر. أنشأنا جامعات جديدة بشراكات دولية وطورنا منصات التعليم عن بعد، ولسه مكملين. بلدنا اتغيرت والشباب صوته بقى مسموع ووصل لمناصب كبيرة تنفيذية وتشريعية. بقى عندنا شباب محافظين ونواب محافظين، جيل جديد خد فرصة إنه يثبت نفسه ويشيل المسؤولية. نظمنا أكبر منتدى شباب في العالم، وبقى عندنا أكاديمية لتأهيل وتدريب الشباب مش بس في مصر، ده كمان لأشقائنا في الوطن العربي وإفريقيا. المرأة المصرية وصلت للريادة وبقينا شايفينها في كل المناصب، وحصلت على أكبر تمثيل في تاريخ البرلمان، وتعدلت القوانين والتشريعات اللي بتضمن لها حقوقها. وولادنا من ذوي القدرات الخاصة بقينا بنفتخر بيهم وبإنجازاتهم اللي بتزيد يوم عن يوم. كل اللي بنيناه وهنبنيه كان لازم ليه قوة تحميه. في عز ما كنا بنعمر كنا شايلين في إيدينا سلاح بنحمي وندافع عن أرضنا ضد أهل الشر اللي كانوا مراهنين إن مصر هتقع ومش هتقوم. ما احنا وسط النار في منطقة على صفيح ساخن. علشان كده من أول يوم بنطور قوتنا وبنرفع الكفاءة القتالية لجيشنا. قدرنا نبني قواعد عسكرية تواجه كل التهديدات اللي محوطانا، ونعمل اتفاقيات تعاون عسكري مع دول مختلفة. نوعنا مصادر تسليحنا وبقينا أسياد قرارنا. رجعنا تاني لحضن إفريقيا ودافعنا عن بلادنا العربية. استعدنا مكانتنا الإقليمية والدولية وكلمتنا بقت مسموعة من تاني، ووقفنا جنب كل جار وأخ كان في حاجة لينا، وبقينا الطرف المشترك في حل كل المعادلات الإقليمية. قومي يا مصري، مصر دايما بتناديك، خد بنصري، نصر دين واجب عليك. قومي يا مصري، مصر دايما بتناديك، خد بنصري، نصر دين واجب عليك. شفت اي بلاد يا مصري في الجمال، تيجي زي بلادك اللي ترابها مال. نيلها جاي السعد منه حلال زلال، كل حي يفوز برزقه وعيشته عال. يوم مبارك تم لك فيه الصعود، حب جارك قبل ما تحب. أحلامنا بتتحقق كل يوم وبنضيف مكانها أحلام جديدة، ومن حضارتنا تعلمنا أن الأحلام لا تسقط بالتقادم.